بعد 51 يوم من الحرب أصبح الآن بإمكانك صحفي خلع هذا الدرع الذي كان يقينا من الرصاص ومن الشظايا لاستكمال تغطية الاحتفالات هنا في قطاع غزة بعد دقائق من دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ في قطاع غزة. ها هم أهالي قطاع غزة يخرجون للاحتفال هنا في شوارع مدينة غزة بما أسموه نصر المقاومة على حد وصفهم. هناك يعني فعاليات كثيرة يقوم بها أهالي قطاع غزة، منهم من خرجوا مهللين ومكبرين، والبعض الآخر كما تشاهدون خرجوا مطلقين النار في الهواء ابتهاجا بوقف إطلاق النار بعد أن توصل الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة برعاية مصرية للتوقيع على اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وكذلك أيضا يضمن فتح المعابر وإدخال مستلزمات البناء إلى قطاع غزة. الاحتفالات هنا في قطاع غزة لا سيما بعد أن أعلن الوفد الفلسطيني وأعلن الرئيس الفلسطيني بشكل رسمي عن وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار اتفاق تم التوصل إليه هنالك في القاهرة بين الوفد الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية. عشرات الآلاف هنا في غزة وبالتحديد في حي الرمال خرجوا محتفلين كما تشاهدون في الصورة، ربما الكلمات تعجز عن التعبير بقدر ما الصورة تشرح عن نفسها. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، غزة.